شهد التعاون بين الصين والسنغال في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا، وذلك في إطار مبادرة الحزام والطريق. وفي يوليو من هذا العام أكد الرئيس السنغالي ماركي سال على أن السنغال ستدعم بشكل كامل معرض الصين الدولي من أجل تعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. لقد حقق التعاون الصيني السنغالي في المجال الاقتصادي والتجاري تنمية مذهلة، ونأمل أن يستمر هذا الزخم. دائما ما يتوجه السنغاليون إلى شانغهاي وغواندونغ، إنهم يعرفون جيدا أحوال المدن في الشرق وجنوب الصين. كما سندرس كيفية تعزيز التعاون الثنائي في التجارة والسياحة والمجالات الأخرى. التعاون التجاري أحرز تقدما كبيرا بين الصين والسنغال، حيث يزداد حجم التجارة الثنائية عاما بعد آخر. لقد بلغ الحجم التجاري الثنائي 2,290,000,000,000 دولار أمريكي في عام 2017، وتعد الصين أكبر سوق لصادرات الفول السوداني من السنغال. قبل 5 سنوات لا توجد أي صادرات للفول السوداني من السنغال إلى الصين، أما الآن تستورد الصين الفول السوداني من جميع أنحاء العالم، وتعتبر السنغال في مقدمة البلدان المصدرة لهذه البضاعة للصين. إنها بحق قفزة كبيرة لنا.